مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأجواء المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء مستقرة بشكل عام، أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا لكنها تميل للبرود ليلا، واعتبارا يوم الأربعاء القادم ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم أيام الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا مستقرة، وأيضا أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل أو باردة نسبيا ليلا. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 18 والصغرى 8، المناطق الشمالية الشرقية 18-10. الأجواء في المنطقة الشرقية والوسطى أجواء لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا. الشرقية 24، العظمى والصغرى 15، الوسطى 23-13. أما المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-21. والمنطقة الجنوبية الغربية 21-13، أجواء لطيفة بوجه عام. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء المستقرة في معظم مناطق المملكة، أجواء لطيفة في النهار تقريبا في معظم المناطق لكنها باردة نسبيا ليلا، باستثناء المنطقة الجنوبية، باستثناء المنطقة الغربية، أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا. الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 18 والصغرى 7، المنطقة الشمالية الشرقية 18-8، المنطقة الشرقية 24-16، والمنطقة الوسطى 24-13، والمنطقة الغربية 29-20، والمنطقة الجنوبية الغربية 20-11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء لطيفة في النهار في المناطق الشمالية، باردة نسبيا ليلا. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 20 والصغرى 8، الشمالية الشرقية 18-8، أما المنطقة الشرقية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 24-14، كذلك المنطقة الوسطى 26-13، أما المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-22، والمنطقة الجنوبية الغربية 19-12 درجة مئوية. يوم الأربعاء بداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن تبقى في المناطق الشمالية أجواء معتدلة لطيفة عفوا نهارا لكنها تميل للبرود ليلا. المناطق الشمالية الغربية 22-10، المناطق الشمالية الشرقية 19-9، أما المنطقة الشرقية 24-15، والمنطقة الوسطى 23-14، والمنطقة الغربية 31-24، والمنطقة الجنوبية الغربية 21-14 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء أيضا مستقرة وارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل للبرود ليلا في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 23 والصغرى 10، الشمالية الشرقية 21-10، أما المنطقة الشرقية 24-16، أجواء لطيفة بشكل عام، وكذلك أجواء لطيفة في المنطقة الوسطى 25-15، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة ليلا في المنطقة الغربية، العظمى المتوقعة 30 والصغرى 25، وأجواء لطيفة بشكل عام في المناطق الجنوبية الغربية 21-13 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم إن شاء الله أيضا استمرار الأجواء اللطيفة في المناطق الشمالية أثناء النهار لكنها تميل إلى البرود ليلا. الشمالية الغربية 21 العظمى والصغرى 9، الشمالية الشرقية 21-10، المنطقة الشرقية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل 24-19، كذلك أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المنطقة الوسطى 28-16، وأيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المنطقة الغربية 31-23، والمنطقة الجنوبية الغربية
أجواء لطيفة إلى غائمة جزئيا 22 إلى 13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.